إيفل داد الجيم واحد العناوين المستوحاة من سلسلة أفلام شهيرة إيفل داد، وسيقدم هذا العنوان تجربة متعددة اللاعبين عبر الشبكة، حيث سيتنافس 4 لاعبين ضد لاعب واحد. الأربع لاعبين مهمتهم ستكون نجاة عبر جمع مجموعة من الأغراض تساعدهم بالقيام بأحد الطقوس لترد كل الأرواح الشريرة الموجودة، وهذه الأرواح ستتحكم فيها لاعب واحد، ومهمته هي إيقاف اللاعبين الآخرين أو القضاء عليهم. ومن أجل هذا سيتيح لك العنوان العديد من الأدوات مثل نصب الفخاخ أو حتى التحكم في لاعب الخصم إذا ارتفع مستوى الخوف. ولهذا يجب على بقية اللاعبين من أجل نجاة العمل كفريق، والبداية ستكون من اختيار الشخصية يجب أن يكون متكامل، لأن هناك عدة شخصيات قابلة للعب وكل واحدة تتميز بعدة خصائص مختلفة. ومثل على ذلك يوجد شخصية تستطيع أن تنزع الخوف من اللاعبين الآخرين، ويوجد أخرى من تستطيع علاج الفريق. لهذا دائما يجب أن يكون الفريق متكون من عدة شخصيات مختلفة، ما يجعل مهمة القضاء عليه أصعب. في الختام، Evil Dead The Game ما قدمته كمفهوم كان جيد، لكن كتجربة دائما تبقى متعلقة باللاعبين والفريق التي ستلعب معه. لهذا من الأفضل أن تكون التجربة مع مجموعة من الرفاق. العنوان حصل تقريب 76 من قبل النقاد و 5.2 من قبل اللاعبين على موقع Metacritic. توفر الآن مجانا على متجر Epic Game، وبمجرد إضافته إلى مكتبتك سوف يبقى معك إلى الأبد. وإنه شباب حقنا ختام حلقتنا لليوم، تم لازم قدمنا أنا أعجبكم، ولا تنسونا بسبسكرايب واللايك وفيديو آخر. استودعكم الله. سلام.